بالرغم من انتشار سرطان الثدي بين السيدات، يعني سيدة من كل 8 سيدات قد تكون عرضة للإصابة أو بالتشخيص بسرطان الثدي، إلا أن من فضل ربنا انتشاره ما بين المراهقات قليل، ومعظم التكتلات اللي بيتم فحصها في البنات المراهقات بتكون تكتلات حميدة بنسبة 85% أو أورام ليفية. علشان كده بننصح كل البنات بداية من سن البلوغ وأثناء فترة المراهقة بالفحص الدوري لسرطان للثدي، وده بفحص تقريبا بيكلفنا حوالي 5 دقائق كل شهر، بنعمله في اليوم الرابع أو الخامس من انتهاء الدورة الشهرية. البنت أو السيدة بتقف قدام المراية بتبتدي تشوف الأول وبعدين تحس، بنشوف بنقارن حجم الثدي في الناحيتين، بنشوف تغيرات في الجلد ما بين الناحيتين، اتجاه الحلمة، وجود احمرار او طفح جلدي، ونبتدي نحس الثدي بحركة دائرية للعثور على اي كتلة قد تكون غريبة. وما ننساش دايما ان فحص الابط وفحص الجزء اللي تحت الحلمة جزء مهم جدا من فحص الثدي. زي ما اتفقنا ده بنعمله بصورة دورية كل شهر تقريبا. اما السيدة بتوصل سن 40 سنة بننصحها بعمل الماموجرام، ده تيست بسيط برضو مدته تقريبا حوالي ربع ساعة، عبارة عن اشعة بيتم تسليطها على الثدي في الناحيتين للكشف عن اي سرطان قد يكون في المراحل المبكرة، لان لو لقينا السرطان او اكتشفناه في المراحل المبكرة قد تصل نسبة الشفاء الى 95%. دكتورة امينة ناجي، اختصاصي اول نساء وتوليد، مستشفى المواساة الجديد. مستشفى المواساة الجديد، نرعى الأجيال.